الحملة الشعبية لدعم صمود أهلنا في الداخل السوري، حملة تطوعية انطلقت منذ أيام في مدينة غازي عنتاب التركية. يعمل المتطوعون هنا على استقبال التبرعات بأنواعها وفرزها بطريقة تساعد على وصولها للمحتاجين بشكل صحيح، حيث يجري توزيعها بحسب النوع والمقاس. طبعاً الحملة هي جهود فردية من أشخاص متواجدين في ولاية غازي عنتاب. بداية الحملة كانت ب 22 شباط 2020 ونهايتها 29 شباط. الحمد لله ربما تم تدخيل سيارة إلى الداخل السوري من المواد العينية اللي تم جمعها في غازي عنتاب، والآن نتجهز من أجل إدخال باقي المواد إن شاء الله في 1 آذار. من ثم سوف يتم دخول المتطوعين إلى الداخل السوري وتوزيعها إلى أهلنا في الداخل السوري. تتجهز الدفعة الثانية من المواد العينية التي تصل تباعاً من العائلات السورية القاطنة في تركيا ومن الأهالي والتجار، وتتضمن المواد الملابس والبطانيات والقبعات الصوفية وغيرها من المواد. والله أنا من امبارح جيت شاركت مع الصبايا بالحملة، واليوم كمان بكرت وجيت وبتمنى من الصبايا يعني يجوا يشاركوا كمان بهالحملة. نحن ما قدرتنا يعني نعمل شيء للداخل غير انه هي بهالحملات هي نشارك ونساعدهم بتغليف الألبسة، والله يفرج. الجميع يشارك في هذه الحملة صغارا وكبارا، وينتظر المتطوعون مزيدا من المشاركين ليكون العمل أسرع. الحياة هي المواد عم تجي من المدنيين هون، يعني من العوائل، من الأشخاص اللي مستورة هون بعنتاب. يعني أنا في عندي جاكيت ما بلبسه مثلا بعيف ولا صيفي تجاه، أنا بتبرع فيه أحسن ما هو بالغزانة موجود. المواد التدفئة في كتير من التجار ساعدتنا فيها، والمواد الغذائية نفس الطريقة، حتى الألبسة الجديدة في كتير من التجار الله يجزيهم الخير ساعدونا فيها، ويعني كانت مثل ما بقولوا هي اللي الجزء الأكبر بالحملة. تتكدس هموم السوريين يوما بعد يوم، ويحاول من يبادر بمثل هذه الحملات المشاركة بحمل جزء من هذه الهموم، يعتقد أن مبادرته مهما صغر حجمها خير من الانتظار متفرجا. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.